السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم مميز حيت جيت نشارك معكم وصفة ونشارك معكم الفرحة ديالي بوصولي 200 ألف متابع على الصفحة ديالي في إنستغرام، وقريبا إن شاء الله غادي تكون في تيك توك، وعلاش لا ما تكون في اليوتيوب بتشجيعات ديالكم بالبرتاج ديالكم إن شاء الله نوصلوها. الكيك ديالنا اليوم كيتسمى نمبر كيك، أو الكيك اللي فيها الأرقام أو الحروف، على حسب كل واحد شنو كيدير فيه، يا إما كيدير حرف الاسم ديالو أو لا كيديرو العمر ديالو 20-30 سنة على حسب. بالنسبة لهذا الكيك كيمكن لنا نخدموه بلا جينواز كما كيمكن لنا نخدموه بالبسكوي، يعني على طريقة الصابلي. انا اللي غنقول لكم احسن واحد كيجي في هذا النمبر كيك هو الصابلي. علاش؟ حيت كيبقى مقرمش وكيجي زوين وما كينشفش لينا. بالنسبه لجينواز انا جربتها بها، واخا كتسقيوها بزاف بعدا كيمكن ليها تقل على الكريمه اللي لتحت، يعني الطبقه الثانيه، حيت كيكونوا جوج ديال الطبقات، ولا بقات مده اطول كتقصى، حيت الجينواز كيف كتعرفوا الا قطعناها يعني وبقات عريانه ما مغطيهاش الكريمه كامله فكتقصح لينا مع المدة. لذلك احسن حاجة يمكن لكم تصوبوها بنمبر كيك هو البسكوي، كيجي طري وكيجي زوين بزاف. كيف كتشوفوا كيمكن لكم تزوقوها باي حاجة متوفرة عندكم اللي بغيتو. انا هنا باش تعرفوا الحداقات ديالي، غسلت الفريز وقطعتهم، كانوا عندي تشوية ديال الفرامبواز حطيتهم في الكونجيلاتور، قلت حتى نكمل التزيين وغادي نزين من الفوق بهذاك الفواكه الحمراء، ولكن نسيتهم حتى الغدي هنا نلقاهم في الثلاجة كيتسناوني، كليتهم بوحديتهم. بالنسبة للمقادير اللي غنعطيكم فهما يكفيكم الحرف كبير أو رقم كبير الفوق والتحتاني ديالو، أو لا جوج متوسطين القياس اللي درت أنايا، ولكن أنا المقادير اللي درت ضعفتهم حيت خرجت 4 متوسطين. ديك الساعة نتوما شوفوا القياس اللي بغيتو. خلينا ندوزو دابا المقادير والطريقة. بركة الله، بالنسبة للمقادير كنحتاجو 450 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات من الأحسن، وكنحتاجو 300 غرام من الزبدة اللي نكونو خرجناها قبل من الثلاجة، وكنحتاجو 150 غرام من السكر بودرة ولا السكر كلاصي، وغادي نحتاجو النكهة. أنايا اختاريت الحامض، ليمون الحامض، غير القشرة ديال الليمونة وحدة، اللي ما بغاش الليمون يمكن ليه يعوضو بالفانيليا فقط باش ننكهو البسكويت ديالنا. كيف كتشوفوا كناخذوا اول حاجه الدقيق كيف قلت لكم 450 غرام، كنزيدوا عليها 300 غرام من الزبده، من احسن تكون زبده ماشي مارغرين وتكون خارجه من الثلاجه وما تكونش عاوتاني سخونه بزاف دايبه، يعني تكون مشاده شويه راسها، وكنضيفوا ليها 150 غرام من السكر بودره. ودابا بالنسبه للقشور ديال الحامض، انا كيف كتشوفوا انا ديك اللي كنت وريتكم ليموناطه ديال الحامض اللي كندير بها العصير ديال الحامض، كيبقى لي هاد القشور ديالها كنحتفظ به كنستعملو للكيك ولا اي حاجه بغيتها. المهم درت جوج معالقات، نتوما حكوا غير ليمونه وحده حامضه. وهنايا كنبداو نخدمو بصبعنا في الاول، كنبداو يعني نحاولوا نخدمو ديك الزبده في الدقيق وفي السكر. كيف كتشوفوا الزبده راه ما مرخياش، يعني ما تخرجوش بزاف حتى الدوبله، خاصها تكون شويه يعني باقه شاده في راسها، وميم طون ما تكونش بارده، كتبقاو هكا بحال كترملوا في ديك العجين هكا بصبعكم، غير كترملوا فيه باش كاع الزبده تدخل في العناصر الناشفه كامله. المهم انا خويته من داك الاناء حيت كان شويه ما اتسعش ليا، حيت انا دوبلت الكميه بزاف، يعني حاولوا ديروا شي كسريه كبيره ولا هذا باش تعاونكم. انا درت فوق من هذيك ديال السيليكون، بقيت كنخدموا بيدي بحال هكا حتى بدا كيتكون ليا عجين. كيف كتشوفوا العجين كتكون رطبه للغايه، يعني كتكون منسجمه، يعني ما كتحتاجش هي الدليكه ولا، فقط كتحاولوا تجمعوا العجينه. انا قسمتها هنايا على ثلاثه وحاولت نكون منها كويرات. كناخذوا ورق الزبده ضروري، غنقول لكم من بعد علاش غادي تعرفوا. غنوضعوا العجينه وسطو، ومن بعد نديروا فوق منه يا ورق الزبده يا شي بلاستيكه غذائيه، ماشي مشكل الفوقاني، المهم لتحت ضروري ورق الزبده. بحال دابا الا كنا غنديروا الرقم واحد نخليوه هكا طويل، الا كنا غادي نديروا شي رقم عريض اولا شي حرف اولا هذا، المهم كتبعوا نتوما كتسرحوا العجينه على حسب الشكل اللي غادي تصاوبوا نتوما، فهمتوا؟ وبالنسبه للرقم اللي غتقطعوا عليه، بحال انايا هاد 200 كا صوبتها في ورق الزبده نيت، رسمتها بالستيلو وقطعتها على القياس اللي بغيتو، بالنسبه للعرض اللي بغيتو اولا الطول الحجم اللي بغيتو. صافي كتوضعوها فوق من العجينه وكتبداو تراسيو هكا بالموس غير بشويه عليكم حتى تراسيو الشكل كامل اللي عندكم.
من بعد كنحيدو ديك الزوائد اللي عندنا ديال العجين كامل، كنحتفظوا به حيت من بعد غادي نحتاجوه. كيف كتشوفوا كيبقى طري حيت ما كنضيفوش حنايا الدقيق ملي كنسرحوا. كنحيدو دابا ديك الورق غير بشويه من الفوق، الا كانوا شي جوان ما مقادينش نقادهم شويه من الموس. دابا هنا كناخذوا اللاطه ديال الفرن، وغادي تشوفوا علاش قلت لكم الورق ديال الزبده. شوفي كيفاش غادي ندخل اللاطه من تحت منهم فاسيلمون، ما غتخسر لينا الرقم ما حتى شي حاجه. باغ كونطخ الا درتو نيشان هكاك على السطح، ملي غتجيو تهزوا الرقم ديالكم غادي تخسر لكم من الجوانب. هكا كيبقى مزيان. دابا غادي ندخلوا للثلاجه لمده 15 دقيقه حتى يبرد مزيان عاد نطيبوه، ضروري من هاد 15 دقيقه. هنايا فهاد المده اللي هو في الثلاجه كيبرد، كناخذ انايا الطرف الاخر باش ندير الارقام الاخرين اللي باقيين ليا، حيت مازال غادي نديرو اون دوبل. وهادي كا انا غادي نوريكم بالنسبه لهاد الكا، بحال دابا انا بغيت ندير جوج ولكن ما قدونيش في الـ في الـ في القياس. ياك نقدروا ناخذوا واحد شويه ديال العجينه من واحد القنت ونوضعوا في قنت اخر كيف كتشوفوا، غير هو خاصكم تضغطوا عليه مزيان من الجنب باش يلصق لكم، حيت الا ما ضغطتوش عليه مزيان وما عاوتوش سرحتوه فحال هكا كل تاسقه العجينه مع بعضياتهم في الطياب غادي تحل لكم وغادي تفرتس من هذيك الجهه لا ما كانتش ماسكه مع بعضياتها. فهمتوا شي؟ دابا كتشوفوا بان صافي فحال كانت جديده، يعني ما زدت هذيك الطرف ما والو. صافي هنايا كنزيد كنعمر هذيك الجهه حيت هذيك غادي ندير الحرف ديال الكا وما جانيش مزيان، يعني خاص يكون عندي العرض الكافي للحرف ديالي. نفس الحاجة غادي نوضعو الحرف ديالنا وغادي نبداو نقطعو بالموس غير بشوية. هذه الطريقة اللي درنا في الأول، يعني ما كاينش شي اختلاف. بالنسبة للكيك ديالنا ضروري خاصكم ديرو جوج ديال الحروف حيت كنديرو واحد فوق واحد، يعني ضروري كتعاودو ديرو الدوبل. أنا هادوك الطريفات اللي شاطو ليا في الأخير راه تقدرو تصاوبو بهم بسكوي صابلي عادي، نعطيتهم للوليدات كيف كتشوفو عجبوهم ديك القطاعات وخليتهم تا هما صاوبو حليوات ديالهم اللي هزيتهم وطيبتهم في الفران عادي بحال اللي غنطيب البسكوي الكبير كيف كتشوفوا. يعني عطيتكم فكره على شط لكم شويه ديال لاباط، يعني ديروا بها صابليات صغورين عاديين. من بعد درتهم واحد على واحد ولصقتهم بالشوكولا، اولا يمكن لكم ديروا فوق منهم الشوكولا يعني ما كاينش مشكل. منين تخرج من الثلاجه ديريكتومون الفران كيكون مسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت، ما كتاخذش الوقت بزاف، واحد 10 حتى ل 15 دقيقه غير تبدا تذهب واحد شويه كما كتشوفوا بحال هكا، راه دوك الجناب بداو كيتحمروا ليا. وهاد الكا الاخرى نسيتها قبل الدراري حتى تنسيت تحرقت لي واحد شويه ولكن ما بانش، درقتها بالكريمه ولا تهرست لكم البسكوي ما تخافوش راه غنصلحها، حيت هو راه كيكون فراجيل خاصكم تحاولوا تهزوه غير بشويه عليكم. بالنسبه للكريمه انا استخدمت هذه جاهزه، يمكن لكم ديروا كريمه الزبده، يمكن لكم ديروا اي كريمه بغيتوا. كيف كتشوفوا هاد الكريمه كتكون واجده، كتخلطوها بالحليب وبالزبده حتى هي كتجي بحال كريمه الزبده عادي خاصه بالحلويات، كتجيني سهله وكتصدق مزيان يعني كتكون طالعه مزيان. بالنسبه لفين غادي نحط الحلوى، صراحه انا شديت هنا جوج ديال البلانشات اللي ديال العود عرفتيهم اللي كنقدموا فيهم، ودرتهم غطيتهم بالبابي المينيوم كيف كتشوفوا باش عطاتني وحده طويله الا بغيت نعطيكم افكار. من بعد دابا غادي ناخذ البسكوي ديالنا وغادي نبداو نحطوه. كيف كتشوفوا انايا دابا شكلت به 200 كا. كيف كتشوفوا دابا غادي نبدا نزين بلا بوش بالكريمه. كيف كتشوفوا هذيك الطبقه الاولى ما كتكونش باينه بزاف، يعني ماشي مشكل كديروا هكا غير وحده حدا وحده، يعني بوش عادي يعني بلا ما بلا زواقه بلا حتى شي حاجه، حيت كنغطيوه من الفوق من الطبقه الثانيه من البسكوي. يمكن لكم ايضا تخدموا هذاك الراس اللي كيكون سامبل يعني ما كاينش مشكل. بالنسبه لهذيك جوج تقسمت ليا هي والكا، كيف كتشوفوا ماشي مشكل، غادي نحاول نهزو الطرف الاول نحطوه هو الاول نقادوه مع التحتاني يعني باش يجي طرف واحد، ومن بعد نضيفو الثاني. واخا ديك الجوج ضحك لي على راجلي قال لي دير ماشي جوج ولكن هي هذيك اللي ترسمات ليا صراحه، ما عرفتش كيفاش نقادها ولكن جات باينه جوج، يعني الكاتا هي طرف فيها اكسيدون
مهم حطيتها ولكن راه في التزيين ما بانش نهائيا انها مقسومه. هنايا حاولت ان ندير يعني وحدينه عراض كيف كتشوفوا، وعاد باش غادي ندير فورم اخرى رقيقه بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا بكريمه بلون واحد يخدموا، اللي بغاو يخدموا بكريمه بالالوان مختلفه يقدروا يديروا الوريقات ديال الشجر بالخضر، يقدروا يديروا وريضات باللوان ويديروا يعني يقدروا يديروا الوريضات بالغوز بالموف والبيض كيجيو حتى هما رائعين بزاف. ديكوراسيون كيبقى الاختيار لكم، انا فقط خدمت تقريبا من داكشي اللي كان متوفر عندي حيت صراحه جاتني هاد 200 كاع على غفله، وبغيت نفرح بها ونتصور نيت فيديو حيت بزاف د المرات كانوا سولوني على هاد النمبر كيك، كنت شحال هادي صوبتها في عيد ميلاد بنتي ولكن ما صورتهاش صراحه. دابا جات الفرصه باش نصورها، وكاينه واحد القضيه انه كاينين كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع بزاف، تقدروا تخليوها فحال هكا خاويه غير بالكريمه الا بغيتوا. وكاينين بعض الناس كيستعملوا بلاصه البسكوي كيديروا الكيك، يمكن لكم ديروا كيكه ما كاينش مشكل، غير هو الكيكه كتنشف لكم بحيث كتقطعوها رقيق هكا كتنشف، هو هاد النمبر كيك من الاحسن كيجي بالبسكوي. هنايا بالنسبه للزويقه ديالها اللي زوقت من الفوق، استعملت هنا مورانغ باللوان، يمكن لكم تستعملوا ايضا لي ماكارون اللي متوفرين عندكم. هنايا شوكولا خديت هنايا تويكس، يمكن لكم ديروا كيندر بوينو شوكولا اللي متوفر عندكم. بالنسبه للزواق هنايا نوتيلا الصغيره كتعطي واحد المناظر حتى هي اللي بغيتو. هنايا كانوا عندنا فانيدات وكانوا عندي دي دراجي هكا باللوان غير باش تعطي لوينات، انا كيعجبوني اللوان اللي بغاو يكونوا مقيدين يعني بحال غير الغوز والبيض يستعملوا غير الغوز والبيض، اللي بغاو يديروا لون واحد يديروه كيبقى يعني الشكل النهائي او التزيين الفوقاني كيبقى الاختيار ديال كل واحد. وكيف كتشوفوا يعني راه ساهله ماشي صعيبه بزاف، وكتجي المنظر ديالها زوين وكتجي المذاق ديالها رائع بزاف، سورتو البسكوي شي البسكوي بوحديته، هذاك البسكويات اللي صاوبوا الوليدات من خرجوا وحدين درتهم بالشوكولا وحدين هكا درت فوق منهم غير سكر كلاصي، جاو يا سلام عطي واحد القرمشه واحد البنه ديال الزبده رائعه فيهم. واحد شويه ديال اللوين غوز فحال الفينيدات رقيقين كيعطي واحد اللمعان، وهذه هي الحليوه ديالي. اول حاجه بغيت نشكر هاد 200 الف متابع اللي متبعيني في الانستغرام، كنشكرهم بزاف بزاف على المتابعه وعلى الوفاء ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله يجي واحد النهار اللي حتى القناه ديالي على اليوتيوب تكبر وتولي بهذا الحجم. وكنشكر حتى الناس ديال تيك توك اللي دابا كيدخلوا عندي حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم في القناه، وكنتمنى ان القناه تزيد تكبر. صراحه كنحاول نعطي كل ما بجهد ديالي، اوموان بعدا في الانستغرام والتيك توك بعدا شويه كاين تفاعل ماشي بحال هنايا، كنتمنى هنا ان شاء الله حتى هو يولي تفاعل وحتى انا نزيد نعطيكم اكثر واكثر. واللي اول مره يشوف القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش تشجعوني نحط وصفات اكثر، وديما شجعونا بلايك وكلمه زوينه راه صدقه لكم وحتى لي انا فرحوني باش نحط اكثر. كنشكركم بزاف على المتابعه، الى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.